بسم الله ما شاء الله عليا، في اسبوع بقيت مشرك بسبب بتاعي، وبقيت بكره المغرب، وبقيت بكره تونس، وبسم الله ما شاء الله عندي مشكله ان الجزائر خدت كاس العرب، اللي هو الصلاة على النبي، ده احنا نزلنا فيديوهات تانية احتمال نطلع عندنا مشكله مع نفسنا. وفي حد قال لي على فكره، قال المشكله فيك مش في البطوله، انت شخص صدامي بتحب ان انت تتصارع وتحب ان انت تقول اراء وكلام. هو ايه، انا زمان لما كنت قاعد لوحدي في القناه دي كنت برنس ومرضي، والحياه بالنسبه لي لذيذه، كنت بجيب لي 500 مشاهده، 200 في مشاهده، 100 مشاهده، برنسات، ما حدش بيقول لك اي حاجه، اللي بيقول لك بيقول لك استمر بس وتبقى قاعد، يا شكرا ليك والله الله راجدك. انما لما اتكلمت على البطوله العربيه الصراحه جابت مشاهدات، والصراحه انا اتفاجئت. ليه بقى اتفاجئت؟ لان انا كان كلامي عن المنتخب الجزائري بيجيب مشاهدات بس من بعيد لبعيد، وبصراحه كنت بخاف جدا من حته انت بتتكلم ليه على منتخب الجزائر، انت بتتكلم ليه على منتخب المغرب، مع ان منتخب المغرب كان بيجيب مشاهدات عاليه، والصراحه يعني كنت بخبط في واحد خلزوش، يعني الشهاده لله، يعني كنت بجيب مشاهدات على منتخب المغرب وكنت بخبط في منتخب المغرب، يعني لا لا الا الله يا جدع، سبحان الله يا اخي. لما جيت اتكلم بقى على المنتخب الجزائري والفيديوهات بدات تطلع وبقى في مشتركين بداوا يجوا، يا انت بتعرض يا صح، اتكلم على الجزائريين بيجيبوا مشاهدات، يعني يابا في ناس عامله 400,000، وفي ناس عامله 500,000، وفي ناس عامله 300,000، وفي توانسه بنفسهم بيطلعوا يعملوا رياكشن على منتخب الجزائر وعلى ماتشات الجزائر، وفي حاليا دلوقتي يعني في حاليا ناس يعني من بعيد كده في المغرب بدات تعمل رياكشن على منتخب الجزائر، الكلام ده قبل كاس العرب، وفي فلسطينيين محترمين بيعملوا رياكشن على منتخب الجزائر. جاي تركز على ال 15,000 اللي حيلتي دول وتقول لي ما كانوش 15 كمان، دول كانوا ساعتها 6,000 او 7,000 او كانوا 9,000 ساعتها، اللي هو ايه، احنا بنتكلم في كوره عزيزي، الموضوع مش مستاهل كل ده. واللي بيقول لك انت اللي هو ايه يا جماعه، في ايه، ما تكرهناش بقى في ام المنصه، الواحد يعني الواحد الموضوع بقى صعب عليه. بص انا هحكي لك قصتي انا الخاصه، انا عن نفسي لا عجبني تراك باشا رقم واحد ده، مش انت بتاع الجوكر، وكل الناس اللي كنت بتفرج عليهم بيتكلموا على التراك كانوا بيتكلموا برايي، بسم الله ما شاء الله كلهم كانوا بيقولوا التراك عظمه على عظمه و10 على 10، كنت بقول يا الناس دي محترمه والله، الناس دي سالكه قوي. رحت اتفرجت على رائف ده بيعمل ريفيو للتراكات، لقيت الراجل خبط في الجوكر واعطاله منقي خيار وقال لك ده مش تراك، ده مهرجان. بعد فتره طويله عرفت ان رائف هو اللي بيتكلم حقيقي، وعرفت ان ده فعلا ما كانش تراك، ده كان واحده من الالاشات، وده ما كانش لا يمس الراب بصله خالص، وان الموضوع ملوش اي علاقه في الراب. فمن وقتها عرفت ان اوقات الناس بتحب الكلام الايجابي حتى لو مش حقيقي، فقلت لا 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 انا اعمل زي عم رائف وعلى الله حكايتنا، المهم يكون عندك ناس مقتنعه باللي انت بتقوله ومقتنعه بوجهه النظر اللي انت بتقولها ومتفقين معاك، غير كده على الله. فبسم الله ما شاء الله انا الوحيد في يعني في الناس المصريين اللي اتكلموا على منتخب الجزائر اللي طلعت اتكلمت، انا مجيد بوجره ما عندوش خبره، وانا مجيد بوجره بيتعلم، ما حدش غيري قالها ولا حد غيري هيقولها، لان لو حد غيري قالها هيتشتم زي ما انا مش شتمت، بس انا بقولها عشان انا كنت شايف كده، كنت شايف ان مجيد بوجره اللعيبه هي اللي شايله جوه الملعب، وان مجيد بوجره بيتعلم، وان مجيد بوجره بدا يجي مع الماتشات. كنت شايف ان منتخب المغرب المرشح الاول، في ناس كانوا بتشوف ان انا بحسن، بس كنت شايف ان هو المرشح الاول. المنتخب التونسي على حسب الاصدقاء التوانسه الكتير اللي ليا، انا ليا اصدقاء توانسه وليا اصدقاء مغاربه، تخيل والله انا مش بكره المغرب ولا بكره تونس ولا الكلام ده، لا بالعكس، الناس كانت بتعرفني كل التفاصيل اللي بتحصل عندهم، الناس كانت بتتكلم معايا على المشاكل اللي كانت موجوده في منتخب المغرب، حته السمساره، وحته ان مصطفى حاجي كان بيجيب لعيبه عشان يسمسروا عليهم في المنتخب، دي سمعتها من اشخاص مغاربه وسمعتها كتير كمان. فلما جيت اتكلمت عنها انا كنت بتكلم عنها على مصادر، ان في ناس عايشه في المغرب وفي ناس كانت بتجيب لي اخبار ان في سمساره بتحصل من خلال اللعيبه اللي بتيجي اول مره للمنتخب المغربي، فكنت بطلع اتكلم على القصه دي، وفي ناس كان بيعجبها الكلام وفي ناس ثانيه ما كانش بيعجبها الكلام، الوضع عادي. انما الكلام بقى بدا يتغير عليا لما اتكلم على المنتخب الجزائري، ليه؟ لان لو اتكلمت على المنتخب الجزائري باي طريقه سواء سلبيه او ايجابيه الفيديوهات بتاعتك بتنطر، انا مش عارف بصراحه بتنطر ازاي ولا عايز اعرف، بس في ناس بتقول لك لا ما تتكلمش، في ناس بتقول لك لا خليك في صحيح، حته السيفتي، حته ان انت تتكلم اجابه بس، تتكلم على كل حاجه جميله، الحياه لذيذه، الاهداف اللي بيجيبوها عالميه، الدفاع بتاعهم قوي ومتين، خط النص بتاعهم حديد، المدير الفني بتاعهم عالمي. معلش مش بتاعتي خالص، انا لما جيت اتفرج على منتخب الجزائر جيت اتفرج عشان خاطر انا كنت حابب تجربه جمال بالماضي في قطر، وانا كنت معجب جدا بجمال بالماضي من اللي بيعمله من اول تجارب ليه في قطر، وكنت معجب بالشخص ده، بناء عليه رحت ورا الشخص ده ورا المنتخب الجزائري اشوف الراجل ده بيعمل ايه هناك من بعيد كده. بصراحه كنت بخاف ان انا اتكلم معاهم عشان الشتيمه، معلش يعني، لان انا كان عندي تجارب سبعه مع اخواننا الجزائريين مش حلوه شويه،
لان اخوانا الجزائريين منتشرين في جروبات الدوري الانجليزي بسم الله ما شاء الله. يعني الفكره عندهم فكره ان انت قلل من صلاح علشان خاطر تعلي محرز، اللي هو حبيبي احنا مش محتاجين نعلي من محرز. انا مشجع مانشستر سيتي بقول لك مش محتاجين ان احنا نفضل نعمل مقارنه كل شويه، نستمتع باللي بيتقدم، مش لازم عشان تثبت ان ده عالي تثبت ان ده واطي. ودي مشكله عندنا برده في الوطن العربي، انك عشان تتكلم على المنتخب الجزائري كويس ده معناه انك بتقلل من منتخب بلدك، تتكلم على المنتخب التونسي اللي عمل ماتش كويس قدام المنتخب الجزائري ده معناه انك بتقلل من المنتخب الجزائري. القصه مش كده خالص، القصه قصه 90 دقيقه، مين اللي كان مميز في 90 دقيقه، مين اللي يستحق انه يطلع كسبان ب 90 دقيقه، مين اللي الكوره خدمته علشان خاطر في حاجات في الكوره بجد والله انت ممكن تكون متخيل ان هي مش موجوده بس هي موجوده. موضوع النوايا وموضوع العواطف وموضوع الروح بيفرق جدا جوه الملعب، كل ده بيفرق جوه الملعب. الحاجات اللي انت بتشوف ان هي ايه ده الموضوع موضوع تكتيكي والموضوع موضوع مدرب، الموضوع اوقات كتير جدا ما بيبقاش كده. ولو انت مش مؤمن بالحته دي تعالى اتفرج على الموس عندنا، الموس عندنا لا تكتيك ولا جمل فنيه ولا اي حاجه، على الله الحكايه وجاي واخد اثنين افريقيا وان شاء الله باذن الله النهارده يعملها قدام الرجاء. تخيل بقى لو جيت انا عملت رد فعل واحد مصري فرحان على فوز الاهلي اللي انا بشجعه على الرجاء المغربي، اعتقد ان انا هطلع بكره على المغاربه. بس يعني هي في اراء كده بتاع ناس معينه بتخليك احيانا تكره الانتشار، بتخليك احيانا ما تطلبش من الناس تعمل لك لايكات او سبسكرايبات، عشان لو القناه كبرت زياده على اللزوم احتمال تكون معقد زياده على اللزوم، او احتمال انك تتخلى عن المبادئ اللي انت جاي بيها وتتكلم فيها على الكوره. لما جيت اتكلم على الكوره انا جايب بلاجيكا ده عشان بشرح فيها الشغل. لما جيت اتكلم على الكوره الناس كتير قوي بدات تربط الكلام على الكوره بالتطبيل، ناس كتير بدات تربط الكلام على الكوره بالكراهيه، ناس كتير بدات تربط الكلام على الكوره بحاجات كتير. يا جماعه خلوا كراهيتكم وحقدكم وحاجاتكم دي لنفسكم، احنا سايبين لكم السياسه كلها كبرطعوا فيها زي ما انتم عايزين. الفيديوهات على يوتيوب هنا كتير قوي في السياسه هتتبنى نفس الاراء اللي انتم بتقولوها، فامانه عليكم ما تجوليش هنا وتخنقوني علشان انا سايب ام العالم بتاعكم وجاي هنا قاعد في المتر في متر بتوعي وبتكلم في الكوره بس. عايزين تطلعوا كراهيتكم دي روحوا طلعوها على بعض وما تجوش تقرفوني. وحته الشرك بالله علشان خاطر طلعت بتاع زي ده عشان خاطر اعمل حاجه كوميديه، هي قلشت مني. قول لي قلشت منك ان انا طلعني مشرك عشان خاطر بتاع زي دي؟ عيب عليك. واحد اللي اعمل حاجه لو عجبك الفيديو اعمل لايك. شوف بقى ما احنا بنعملش فيديوهات برضه عشان الناس تشتم بس. لا لا.